ليش سألتك لسجن التاجي؟ قبل يوم تم بث من داخل السجون عبر المواقع التواصل، بس أنا ما قدرت أطلعه لأن بي حقوق. كاتبين السجناء انقذونا، طفح الكيل، درجة الحرارة 50 درجة دي برا، داخل السجون 65 درجة، صار لهم 3 أيام بدون مي. أكو هيك شيء؟ يعني أنت لا، هو هناك مشكلة كانت هذه قبل أكثر من أسبوعين، كانت مشكلة في المضخات، والوزير أيضا تدخل وحلت هذه القضية من خلال توريد المياه. لكن تعلمين بأن انقطاع الكهرباء وهذا مشكلة الآن هي في العراق جميعا، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، قد تكون هناك يعني مشاكل في المولدات. يعني هذه واحدة من التحديات الكبيرة، حتى المولدات لا تستطيع أن تواكب عملية القطع التي تصل حتى 20 ساعة يوميا. نعم. هذا يعني أعتقد المواطن الآن جاي يعاني منه، وكل مؤسسات السجون مكتظة سيد كامل، سجون بيها نعم, نعم 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 لكن هذه لم تكن في الحسبان. ست وجدان لم تكن في الحسبان بأن الكهرباء، يعني كنا مستبشرين خيرا، وكانت المؤشرات والتقارير بأنه سيكون صيف مقبول وفيه كهرباء يعني مقبولة إلى حد ما، والقطع يكون محدود. لكن تفاجأنا، أنا أيضا مدير عام لمؤسسة سجنية للأحداث، وألمس وأدرك التحدي الكبير الذي جابهنا خلال هذه الأيام، تحدي كبير. فكيف بالنسبة إلى السجون وحالة الاكتظاظ؟ يعني تحاول الوزارة بكل جهدها معالجة كل أوضاع الخلل، بل محاسبة المتسببين في ذلك. يعني وصل الوزير إلى حد ابتدأ يتذوق حتى الطعام، يقرأ بنفسه. يعني اليوم احنا كنا في لقاء مع الوزير وقال أنا متفرغ فقط للسجون، يعني وسأعمل للإصلاحيات فقط. يعني هذه يعني من الملف، سيد كامل تركة ثقيلة صارت. نعم اليوم نعم السجون نعم. مشكلة الاكتظاظ بالسجون يعني لو نتكلم عليها من 2003 إلى حد الآن.